التي كانت إحدى شعارات التيارات الحداثية والتيارات الليبرالية، برهنت هذه الأحداث كما قلت أنه مختبر بأن الذي حمى الديمقراطية ونادى بالديمقراطية هي التيارات التي كانت تتهم بأنها عدو للديمقراطية. وهذا يطرح سؤال كبير، لكن بتحول هذه التيارات إلى تبني هذه الخيارات للوصول إلى نوع من الإجماع أو على الأقل تقريب الهوة والشقة بين هذه التيارات، وهو أمر محمود ومشكور عليها ويحسن لهذه التيارات لأنها قامت بمجهودات جبارة في إطار مراجعاتها الفكرية حتى توصلت إلى أن تتخلى عن بعض الشعارات التي كانت تعتبر محددا أساسيا لهويتها مثل قضية الدولة الإسلامية والشريعة، لتتبنى الدولة المدنية والديمقراطية وغيرها من الشعارات. يخشى أو نتساءل عن الهوية الفكرية إلى أين ستتوقف هذه التأثيرات على هذه التيارات؟ كيف سيكون لون ومصير هذه التيارات في نهاية هذا النفق؟ ألا يمكن أن نعتبر بأن تفكيك هذه المجتمعات وتدويبها في اقتصاد السوق حتى يصبح لا يصبح همها إلا لقمة الخبز لن يتم إلا عبر قنوات هذه التيارات؟ التجربة التركية هي تجربة تحتاج إلى دراسة وإلى تأمل خارج الاعتبارات الذاتية أو الاعتبارات الإيديولوجية، تحتاج إلى دراسة. هل أفق هذه التيارات هو النموذج التركي الذي عُمل إعلامياً على إشاعة هذا النموذج والتبشير به؟ ألم نفتقد في قراءتنا لهذه التجربة إلى جانب آخر، نظرنا فقط إلى الجانب الممتلئ من الكأس ونسينا الجانب الآخر؟ هذه كلها أسئلة أظن في تقديري تحتاج إلى تفكير عميق وإلى تأمل عميق، لأن الأمر لم يعد ترفا فكريا بل يتعلق بمستقبل مجتمعاتنا ومستقبل شعوبنا. وشكرا جزيلا لكم، السلام عليكم.